الهدف الاساسي من ان احنا بنعمل المسابقه بتاعه نيكون ان احنا نوريكم امكانيات نيكون مش بس في التصوير الفوتوغرافي لكن في الهاي ديفينيشن فيديوز والكاميرا دي اس ال ار. Just for your information, end of this event, we have to present the winner for photo and video contest. كاميرا SLR بنعرفه على ايه امكانيات الكاميرا دي وازاي يقدر يطلع منها تصوير فوتوغرافي جيد. فكرة انه بدأ ما كنت باخد ال 35 ملي اروح رايح المعمل محمضه اعمله color correction اروح جاي اعمله digitizing وبعد كده ابدأ انزله على الكمبيوتر على طول. انت ممكن تصور من الكاميرا بتاعتك على الميموري كارد بتاعتك بدخلها على الكمبيوتر ممكن تشتغل وتمنتج زي ما انت عايز. واعتقد ادى فرايتيز كتيرة جدا في العالم كله وده الداون كوست او قلل التكلفة تماما في العالم. I am truly humbled to be part of this incredible event. I would have never imagined this when I first picked up the camera, which was a Nikon, by the way. The first camera in my hand was a Nikon, and I'm sure when I die, I will have a Nikon in my hand too. وشكر سوبر خاص لنيكون ميدل ايست و فوتو اكسبرس اللي سمحوا لنا يكون عندنا فرصة نحكي معك نرجيك نشغل. الحقيقة سعيد بوجودي في النهاردة في ايفنت بتاع النهاردة للمنظمة نيكون والحقيقة أنا دعيت للإيفنت من قبل الأستاذ عمرو عبد العزيز وسعيد ان انا كمان كنت او ما في لجنه التحكيم وان انا شاركت في ان انا اقيم بعض الفيديوهات اللي انا شفتها. انا الحقيقه سعيد جدا بالفكر اللي اتقدم سعيد بالكواليتي اللي طالعه سعيد باستخدام الجاي للكاميرا ان انا بنتمي لعائله نيكون في الكاميرات الاحترافيه والعدسات الاحترافيه. من فترة عملت بروجكت كتيرة جوه مصر وخارج مصر لتوثيق الآثار وتصوير المنتجات وحاجات كتيرة تخص التصوير اللي بيميزني فيها إن أنا بستخدم معدات نيكون أصلية. لسه جايبة كاميرا جديدة فبالتالي متابعة صفحاتكم كويس جدا على الفيسبوك والدعاية اللي بتعملوها بقالكم فترة بتعملوا دعاية حلوة جدا لطيفة وبشكل شيك ومحترف. وانا مصوره فاين ارت وكونسبشن فوتوغرافي وبحب كاميرات نايكون فيهمني ان انا اسمع الدعايه بتاعتكم الجديده وكل منتجاتكم الجديده. تكون المسابقات كلها بنفس هذا المستوى الحقيقه ان كاميرات نيكون والمسابقات اللي بتعملها ترفع من مستوى رياضه التصوير تحت الماء ورياضه الغوص كمان. الفائز مصطفى هشام مركز الثالث. علاء أحمد إسماعيل للمركز الثاني. The winner of the first prize. كريم نبيل. على الحضور واشكر مكتب نيكون ميدل ايست ونتمنى نشوفكم في حفله قريبه وفي مسابقه قريبه والنجاح للجميع باذن الله. شكرا.